اريد شنو الوضع اللي كان ماخذه؟ تعال تفضل. تعال سياده العميد اذا ممكن السؤال والجواب من حضرتك. اي الوضع اللي كان ماخذه اثناء عمليه الرمي اتجاه حضراتكم واستشهاد احد الابطال في مكافحه اجرام البصره؟ اعبر. نعم حتى يكون السؤال والجواب مع المتهم جنابك. يعني هو كان واقف امام السياره، سياره البيك اب اللي سيارتهم، والمتهم الثاني رسول كان بالسياره داخل زين. السياره زين. بس يعني كان الوقت 9 بالليل قلت لك، ومكان اظلم زين. فانا شفت عبد الله نزلت علي، انا كانت بيدي بندقيه سيطرت على عبد الله. نعم تفاجأت وانا مسيطر على عبد الله، تفاجأت باطلاق النار كثيف. نعم 3 امتار. نعم خلي المسافه بعد نقرب اكثر شوي احنا حتى ناخذ راحتنا بالمكان. سياده العميد نعم جيد جدا. هسه اذا ممكن تعوفه خلي هو يحدد لنا المسافه. سياده العميد تعال تفضل، تعال قرب قرب، خلي هو يوصف لنا المسافه والوضع اللي كان ماخذه بالانبطاح، كان جالس، كان واقف اثناء الرمي على جنابكم. على سولف لنا عبد الله سولف. نعم السيد من وصلت المكافحه مع السيد العميد. مع السيد العميد. نعم أنا كنت واقف أمام السيارة زين، ورسول بطن السيارة. من وصلت السيارة نزل العميد. يعني أنت شفت السيد عميد محمود شخصياً أثناء تنفيذ الواجب؟ وصلت السيارات سيدي. هسه خلني أسألك سؤال. نعم أنت من شفت نعم. عميد محمود نعم سيدي مدير مكافحة إجرام البصرة نعم سيدي من نزل بالسلاح عليكم؟ نعم سيدي. زين أنت من نزل بالسلاح مباشرة وجهت الرمي عليه مباشر؟ لا سيدي ما صار اطلاق نار، بعدين رمى ذاك رسول رمى رمى على عميد محمود؟ عميد محمود سيطر عليه. قصي قصي رمى عليه سيدي. كمل كمل مع السيد العميد. نعم وعميد محمود سيطر عليه سيدي. زين انا مو سيدي السيد العميد. خضعني الى الارض. زين بعد خضعني الى الارض لبسني هذا من سيد الجامعات. زين سيادة العميد الاستشهاد اللي حصل لأحد المفوضين الله يرحمه قبل يعني قبل ما يتوجه السلاح اتجاهك لو كان صعد وياك لا الشخص. كان وراي خلفي. زين فمن اطلق علينا النار يعني اطلاقات جاوزتني ضربت المفوض الله يرحمه الله يرحمه فارق الحياة مباشرة فارق مصاب نقلنا المستشفى بس يعني وضعه استشهد اي وضعه يعني كان تعبان. زين هسه خلينا نسولف بتفاصيل حادث أم كم واحد من كان وياه الاوضاع أيه. الاخرى اكيد هم متقسمين اثناء جيتكم. يعني هو استاذ بلال هو نعم. كان وضعه يعني وضع شعره شعره كان كلش عالي زين ولابس قلبيه انا مطلع على المقاطع مالته. نعم فمن شفته بعد ان تعرفت عليه راسا نزلت عليه بيد البندقيه وقفت قدام السياره، سيارته تبعد 3 مترات زين تفاجأت برسول يطلق النار علينا من داخل السياره عند البندقيه. يعني احنا ما حسينا الا اطلق علينا النار كثافة زين اكثر من 30 اطلاق. انا بقيت مسيطر على المتهم والاطلاقات يعني تعبر من فوق راسنا. نعم. تضرب بالمصفحه مالتي الى ان الفريق التكتيكي واجهه وقدر يقتله. زين يعني جينا من الموت محقق. كان وياي عبد الله، انا عبد الله مسيطر عليه صحيح. وهو قال لي ويا ما اجيت اسمه انا ويا ما اطلق النار قال لي ترى راح يقتلنا. نعم بس سمعت راح يقتلنا ما حسينا الا اطلق علينا 30 اطلاق. سياده العميد الشخص اللي مات الامامي هو منفذ لاربع جرائم. ثلاث جرائم قتل. زين جرائم القتل اللي إذا قتل نساء اثنين وشاب عمره 18 سنه اضافه الاصابات خطره ايضا فتيات اثنين زين ومفوض شرطه زوج احد المجني عليهم يعني ضربوه بحربه نحن بالعاميه نسميها حربه. نعم اكثر من 10 ضربات براسه ولحد الان فاقد الدفع. الله يرحمه. بدي اسالك سؤال. انا شو اسمك؟ عبد الله سيدي. كم مواليد؟ انا 82. نعم سيدي. متزوج حضرتك؟ متزوج نعم سيدي. زين شنو الجسارة اللي وصلت بك انه تواجه القوات الامنيه بسلاحك الشخصي؟ شنو شان نوع السلاح؟ سيدي هي البندقيه عند رسول. زين انت شنو شان بيدك سلاح سياده العميد؟ شنو شان؟ كان عنده مسدس. مسدس دبيته. من شافني نزلت عليه بندقيه شمر المسدس جوا البيكر. زين شنو الجساره اللي واصلين بها انت تواجه من القوات الامنيه؟ يعني انت كنت ماخذ مخدرات؟ لا سيدي ما ماخذ ولا شارب ولا ما عندي هالسالفه. للمره الثانيه اقول لك انا مو سيدي. خلينا ننتقل الى قضيه اخرى سياده العميد، هاي قضيه جدا مهمه يمكن يساعدنا بها السيد المقدم كونه هو ضابط تحقيق.
بهذه القضية قضية تنفيذ جريمة القتل بحق شباب اثنين فارقوا الحياة نتيجة لإطلاق رمي من قبل المنفذين على العجل اللي كان يستقل له وبالتالي فارقوا الحياة. نعم تفضل على الحادث. أستاذ بلال هم بالبداية متهمين كانوا يتعاطون مادة مخدرة اللي هي الكريستال. بعدين تحولوا من تعاطي إلى تجارة. زين. هذا التجارة أدت إنه بيصير مشاكل بيناتهم. بعدين إنه هذا اللي هاي خلاهم يقتلون. قتلهم شابين مقتبل العمر. ما عندهم أي ذنب، ما عندهم أي مشكلة. سوى إنه على إجرامهم وعلى رغباتهم وشهواتهم الشخصية. خلي يجون حتى نسألهم كم سؤال بدون زحمة عليك من خلال حضراتكم. هنا طريقة الاستلام والتسليم للبندقية. وطريقة الرمي على المجنى عليهم إذا ممكن تسألهم شخصيا حتى هم. نعم المتهم مروان جن والمتهم الآخر الثاني متهم مروان عنده خلاف شخصي بعد متهم ثالث زين ما موجود مو طرف هاي القتل لا. لا هو صار سبب بالقتل فطلب بندقية منين من المتهم الآخر زين فمن طلب البندقية قبل لا ينفذ عملية القتل نعم بثلاث إلى أربعة أيام فتوجه المتهم له قال له وين المتهم الآخر العفو المقصود فمن جاء وجهه على سيارة لا مقصودة لا هو الشخص المعني لا هو الشخص اللي عنده مشكلة وياهم فورا بس قال له شغل اطلق النار عليهم وقتل شباب اثنين ومقتبل عمر زين انتوا شو عملية عندهم العفو؟ هم بالنسبة لهم هاي العملية قتلوا شباب اثنين زائد تعاطي وبيع مادة الكريستال زين ايش قد صار لكم تتعاطون العفو؟ سبعة أشهر حضرتك؟ ست أشهر ورا ست أشهر صرت تاجر؟ قمت تبيع؟ أروح يوم العاد هو اللي يبيع التجارة رعد نفسك؟ نعم أنت اللي تبيع؟ نعم لمن تبيع؟ مروان وبعض كم شخص بالمطار السلاح اللي انطيته صديقك وقتل به الشباب هذاك الشخصي؟ نعم منين لك بندقية مسدس؟ بندقية كلاشينكوف منين لك هاي البندقية؟ اشتريها قديمة عندي بالبيت زين هسا خلي بدون زحمة عليك بس أريده يوضح لي طريقة الرمي على السيارة بس خليه يتحرك بدون زحمة عليك مروان ابدي نعم. اشرح لنا شلون لما ما اجت السيارة نعم كانوا بيها المجنى عليهم اثنين والله يرحمهم شلون بديت وشلون اطلقت النار عليهم وشنو كان دار الحوار بينك وبينها ابدي مباشر سيدي صار خلاف انا ورعد بطن البيت نعم داخل الدار نعم قلت له مريض الشخص ثاني قالوا لي هذا راح يجيب سيارة من تموت اذا راح اجيب سيارة بالبندقية عندي ما تمن مرة علي. طلعت بالباب انا قلت لهم هو بهاي السيارة قالوا بهاي السيارة قلت لهم راح ارميها قالوا ارميها رميتها رميت السيارة بدون ما تتأكد منو بيها استاذ ما اعرف وياها وبيها ولا ادري بس هم قالوا هاي السيارة رميها رميتها وبعدها ما من طقت النار عليهم طقت النار جوني قالوا اسعد بالستوتة الستوتة مال المتهم مال كرار خذوني ببيت بحي الجامع انا ما اعرف الشخص هذا ورا القتل وقتلهم الله يرحمهم توجهت البيت الجامع شنو سويت؟ استاذ اعطاني المخدرات بعد القتل راحوا رجعوا الى تجاره المخدرات والتعاطي كانما لم يفعل شيء واني سمعت حضرتك اثناء التحقيق انه تم القاء القبض على احد الاشخاص اثناء بيع المواد المخدره بالضبط وبالتالي هو تم كشفه بالضبط لقضيه جريمه القتل المتهم الاخر المتهم الاخر بعد القتيل وبعد تنفيذ العمليه وبعد كل هذا الاجرام باشر حياته الطبيعيه كانما لا شيء لم يكن واستمر يبيع المخدرات القضايا حاليا استاذ بلال هي سببها الادمان على تعاطي المخدرات انا اتسائل قبل الختام انه احنا جريمتين قتل كلش مهمات يعني طابقنا الجريمه في الواقع من خلال جنابك الكريم مكافحه اجرام البصره هنا يعني صراحه سياده العميد مثل ما شفنا هسه الحادث الاخير اللي حضرتك تداخلت به انه نتيجه تعاطي المواد المخدره تحديدا ماده الكريستال انه اكو عمليات لتنفيذ جرائم مختلفه يعني انا هسه اذا اشوف اذا ممكن احد المصورين الابطال يركز عليه ايديهم يعني شوف هسه انت شو مسوي بيدك جريده هاي ايدك بالله افتحها هيك افتحها فرها ذيك اللخ جريده ايد لا اخبر لك تمام هنا أنا يعني اسالك حتى ارجع بالحوار الى سؤالي المهم جدا في الختام هنا طريقة يعني القضاء على تجار المخدرات مكافحة جرائم البصرة إلها يعني مساهمة أو تعتبر من الأجزاء المهمة في التخلص من يعني إيصال المواد المخدرة أيضا وبيعها للشباب أيضا التعاون بيننا وبين رؤوس مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نعم. وكان القبض على الكثير من تجار المخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات بالتعاون والاشتراك مع قسم شؤون المخدرات
لكن يعني تعرف البصره منطقه حدوديه، نعم، تدخلها المخدرات من اكثر من جهه.